أهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلاب. اليوم عندنا موضوع التكامل اللي هو إلى قبل فصل خامس. فصل خامس هو فصل يتناول به موضوع التكامل. أولا خلينا نعرف شنو معنى التكامل وشنو عملية التكامل. التكامل هو عكس التفاضل أو عكس المشتق. عملية التكامل شنو؟ التكامل نقول عكس التفاضل. عملية التكامل شنو؟ هو إيجاد دالة علمت مشتقتها. احنا قبل عندنا مثلا f of x يساوي مثلا x تربيع، هاي دالة اعتيادية. يقول لك اشتقها f فتحة x يساوي 2x. التكامل شنو؟ هاي المشتقة شلون ارجعها للدالة الأصلية؟ إذا هسه عملية التكامل هو إرجاع المشتقة إلى الدالة الأصلية. طبعا التكامل به قواعد، يعني أنت مو بكيفك تجي تحول المشتقة إلى دالة أصلية، أكو عندي قواعد. العلامة مال التكامل شوفوا هذه مثلا علامة التكامل، هاي علامة التكامل هيجي مثل حرف S f x دي x. هذه الدالة المراد تكاملها، يعني هذه خلينا نقول المشتقة f of x مشتقة، هاي علامة تكامل، هاي المشتقة. دي x شنو؟ دي x هذا يعني التكامل يكون للمتغير x، يعني تكامل هذه المشتقة بالنسبة لـ x. نوبات يجيني مثلا مو دي x، مثلا أقول تكامل مثلا x دي y، هنا ما تكامل الـ x، شو تكامل؟ بالنسبة الـ y. فشوفوا هذا الـ d x يعني تكامل الـ x، دي y تكامل الـ y، وبعدين أنا إن شاء الله راح أفهمكم شلون تكاملون بالنسبة لـ x أو متغير آخر. هسه عرفنا هاي علامة التكامل، هذه الدالة اللي أنا أريد أكاملها، دالة جديدة خلينا نسميها مثلا f small x. هنا تملك علاقة، شوف شنو اللي يجيك وشون تكاملها، تكاملها بالنسبة بالنسبة لـ dx. هنا ما محدد ايش يجيك، ما تعرف شنو اللي يجيك، بس أنا راح أبدأ هسه بقواعد التكامل أشرح لكم إياها وحدة وحدة. أول شيء ناخذ تكامل الصفر دي اكس. شنو الدالة اللي اشتقها وتعطيني صفر؟ طبعا هي دالة ثابتة. إذا اشتق الخمسة يعطيني صفر، إذا اشتق العشرة يعطيني صفر، إذا اشتق النصف يعطيني صفر. طيب من أسأل آني أقول هاي يا دالة مشتقتها صفر، فأني هواية دوال مشتقتها صفر، فش اكتب هنا؟ اكتب سي، السي هذا عدد حقيقي. هاي القاعدة الأولى، تكامل الصفر هو ثابت يعني رقم، لأنه أي رقم من تشتقه شي يساوي صفر. ودائما من تكامل شي حاول تتحقق من الشغل مالتك بالاشتقاق، يعني تشتق شوف صدق يطلع هذا، لأنه احنا اتفقنا قلنا هذا يعني مشتقة باع عليه. تكامل مثلا k dx ثابت، تكامل الثابت اللي هو k، بس هنا ال k ما نحسبه صفر، نقول k مثلا لا يساوي صفر، فأي عدد الجواب مالته هو k x زائدا c. k x هذا ال k بس خلينا له x، ليش؟ لأنه أنت إذا اشتقيت k x، هسه إذا أريد نشتق k x يطلع k، مثلا هسه انت اشتق 3x ايش يطلع؟ 3. 4x ايش يطلع؟ 4. فاذا هنا تكامل هذا ثابت dx يساوي kx زائد c. ناخذ امثله عليه، مثلا تكامل 5 dx ايش راح نقول؟ نقول هاي 5 ثابت بس راح اخلي لها x، هاي 5x زائدا شنو؟ c.
هذا ثابت التكامل. يجي طالب يقول لي ليش إلا تخلي سي؟ ممكن إنه ما خلي سي؟ هسه إحنا نفهمك شنو الموضوع. أنت شوف لي هذه 5x زائد 1 5x زائد 2 5x ناقص 3 5x زائد 10 مثلا، هاي كلها مشتقتها 5. هسه أنا إذا أشتق 5x هو 5 والواحد مشتقته 0 طلع 5. 5x زائد 2 مشتقة 5x هو 5 وزائد 2 مشتقته 0. 5x ناقص 3 إذا مشتقته شنو؟ 5. 5x زائد 10 المشتقة مالته ايش راح تكون؟ 5. طيب أنت إذا أعطيتني 5 وتقول لي هذه يا دالة كانت، فأني ما أعرف لأنه هذا الثابت ما متحكم به، هواي ثوابت أكو، أنا يا لك يعني 5x زائد 1 أو 5x زائد 2 يا لك ايش أكتب؟ أكتب زائد سي. هذا السي يعني رقم، احتمال 2 احتمال 3 احتمال 4. إذا تكامل الثابت dx يساوي 5 في x زائدا سي. هسه راح ننتقل إلى القاعدة الثانية. القاعدة هنا راح تقول تكامل x and dx، يعني الـ x فوقها أسس مثلا 3 10 4 أي رقم كان، بشرط هنا الـ n لا يساوي سالب 1. ايش راح يصير؟ راح يصير عندي x n زائد 1 على n زائد 1 زائد c. هذا هو القاعدة الرئيسية للتكامل. ناخذ أمثلة، ناخذ مثلا x أس 4 dx، هاي كلش مهمة. الدي اكس يعني كامل لي هذا المقدار بالنسبة لاكس. شو تسوي انت؟ ثلاث خطوات، تخلي خط كسر، هذا الاس 4 راح يصير اكس ضيف له 1، دائما هذا الرقم اللي موجود هنا انت ضيف له 1. المقام شو تخلي به؟ 4 زائد 1، يعني انت شقد هنا صارت عندك؟ 4 زائد 1 هنا مخلي 4 زائد 1 زائد ثابت التكامل سي. ثلاث مراحل، مرحلة الأولى نضيف 1 للأس، زين 4 زائد 1 هنا ايش راح أكتب هسه؟ راح أكتب 5. طيب نقسم على الأس الجديد، أكو أس جديد أكو قديم، هذا القديم 4 هذا الجديد 5، إذن هنا ايش راح أخلي؟ راح أخلي 5. إكس أس 5 على 5 زائد سي. المرحلة الأولى نضيف للأس 1، اوكي. 2 نقسم على الأس الجديد، 3 نضيف ثابت التكامل سي. يعني انت عندك ثلاث خطوات، كل سؤال يجيك انت اذا تريد تكامل تكامل على هذا الأساس. هسه راح ناخذ بعد أمثلة حتى تشوفوها. ناخذ هذا المثال f of x تكامل x سالب 2 dx. الجواب هذا السالب 2 راح اضيف له 1، دائما انت لهذا الاس ضيف له 1. سالب 2 زائد 1 يعني اكس هنا سالب 1، الاس الجديد ايش قد؟ سالب 1. سالب 2 زائد 1 هنا تقدر تكتب سالب 2 زائد 1 وهنا تكتب سالب 1 زائد ثابت التكامل سي. سالب هذا موجب، إذن شو يصير؟ سالب x سالب 1 زائد c. الخطوات ضفنا للأس 1 طلع عندي سالب 1، الأس الجديد هذا الأس الجديد شو أسوي؟ أقسم عليه زائد ثابت التكامل c. ناخذ مثال آخر x
4 على 3 دي اكس. هاي الأربعة على ثلاثة راح أضيف له واحد، راح يصير x 4 على 3 زائد 1 على 4 على 3 زائد 1، ونبدأ نبسط. 4 على 3 زائد 1 تقدر توحد المقامات، 4 على 3 زائد 1 على 1 هاي 4 هاي 3 على 3، يعني شو يصير؟ x 7 على 3. زين، المقام ايش راح يصير؟ نفسه راح يصير عندك 7 على 3 زائدا ثابت التكامل c، ويساوي لي هاي 7 على 3 حتى ابسطها شو تصير؟ تصير 3 على 7. من اقلب هذا الكسر، من اصعد هذا الكسر للبسط لازم اقلبه، البسط يصير مقام والمقام يصير بسط، اذا يصير عندي 3 على 7 اكس 7 على 3 زائد سي. نقدر نعطيك قاعده سهله كلش توصل لهالفقره هذه، باعوا هذه قاعده اكس اي على بي دي اكس. شنو هي القاعده مالته؟ يعني انت اذا جاك اكس الاس ماله كسر شلون تتعامل وياه؟ كل سهل، تكتب الجواب اكس اي على بي زائد واحد على اي على بي زائد واحد زائد شنو؟ سي. توحد لي هاي المقامات راح يصير الجواب x a زائد b على a على a زائد b على a. شلون؟ هذا a على b زائد واحد على واحد، a في واحد a، واحد في b b، b في واحد على b. هذه طريقة نجمع بها الكسور. ال a ينقلب من الصعدة فوق، شي يصير A على A زائد B X A زائد B على A. إذن هنا حصلنا النتيجة النهائية لهذا التكامل. هذا القانون شي يفيدني؟ يعني أنت إذا أجاك تكامل خلينا نقول X 5 على 2 DX، هذا الA وهذا شنو؟ البي. من اقول A زائد B، A زائد B يعني الاكس تصير 5 زائد 2 على 2، شوفوا A زائد B على A، يعني البسط زائد المقام على المقام على 5 زائد 2 على 2 زائد C. اذا ايش راح يساوي لي؟ هذه الاكس 7 على 2، المقام هم 7 على 2، 5 و 2 7 على 2، هنا نكتب 7 على 2 زائد سي. هذا الكسر يقلب، لان انا راح اشيله من المقام اوديه للبسط، فيقلب هذا الكسر يصير 2 على 7 اكس 7 على 2 زائد سي. هسه راح اعلمك على طريقه تختصر هاي الخطوات. شوفوا هذا السؤال، تكامل اكس 10 على 3 دي اكس، هذا الاي هذا البي، خط كسر زائد سي، 10 زائد 3 يصير الاكس 13 على 3. زين، شو اخلي هنا؟ انت بالمقام راح تخلي لي 13 على 3، فدائما اذا اشيل المقام هذا اشيله اكتب 3 على 13،
انت هنا مكتوبه 13 على 3، هنا كتبت 3 على 13. اذا 3 على 13 اكس، 1 على 13 على 3 زائد سي. ناخذ مثال اخر بقى، اكس سالب 3 على 4 دي اكس. الجواب بسرعة، سالب 3، هاي سالب 3 زائد 4 البسط زائد المقام، يعني يصير اكس اس 1، لأن سالب 3 زائد 4 هو 1، على يمن على نفس المقام اللي هو 4. هنا شخلي هو 1 على 4، هنا تخلي 4 على 1، يعني هذا الاس ايش قد يطلع عندك؟ انت خلي المقلوب قدام الاكس زائد ثابت التكامل سي. هسه راح ننتقل نشرح لكم الجذور شلون نتعامل ويا الجذور.